مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل لنتواصل معكم. تحايا الود والتقدير لكل متابعينا الأكارم الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من صباح الشروق. نعود ونرحب بضيف نتحدث معه حول موضوع أعتقد أنه مهم جدا، المخدرات، ذلك المدمر للأجيال وللأمم وأيضا للحضارات يعني وللإنسانية بشكل كبير. مهم أن تكون هنالك هيئات أو أجسام أو سميها ما شئت لتكافح هذا الأمر، مكافحة المخدرات، وهي سلسلة من إجراءات دقيقة وكثيرة يجب أن تتبع حتى يعني تتم عافية الشعوب من هذا الموضوع. وعندما نتحدث عن المخدرات نتحدث عن كثير جدا من المؤامرات والدسائس التي قد تستهدف بها دول بشكل خاص أو بشكل كبير. نحن اليوم سعيد أن يكون معنا رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد مصطفى، وهو ضيف للمؤتمر الدولي الثاني لتحديات علاج الإدمان بالسودان. دكتور أهلا ومرحبا بك في السودان ومرحبا بك في قناة الشروق الفضائية. أهلا وسهلا بكم، وبيشرفني نكون موجود معكم بقناة الشروق الفضائية في السودان، وهي مش المرة الأولى اللي بزور فيها السودان، هي المرة الثانية. لو ما انبسطت المرة الأولى مشكلة ممكن. أهلا بك الخرطوم، نورت بك وبحضورك بتأكيد وكل متابعينا. موضوع اليوم وفقرة اليوم هي فقرة مهمة جدا لأنها تخص كل الأجيال العربية، لذلك شكلت هذه الهيئة، ودكتور يعني محمد مصطفى هو رئيس هذه الهيئة، احنا سعيدين بوجوده معنا عن التفاصيل المهمة اللي حيقدمها لنا من خلال هذه الفقرة. في البداية نعرف الهيئة العامة لمكافحة المخدرات والدور اللي بتقوم به في المجتمعات العربية للمعافاة. اول شيء برجع بكرر شكري لكم وشكري للسودان عامة باستضافتي للمرة الثانية. الهيئة العربية لمكافحة المخدرات تم تأسيسها سنة 2018، من سنة ونص تقريبا، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس سعد الحريري. وكنا عم نحكي قبل شوي انه كل دولة او كل سنة او سنتين رح يكون في رئيس فخري للهيئة العربية لمكافحة المخدرات، رح يكون يا رئيس الدولة او رئيس الحكومة اللي هو رح يكون فيها او نستضيف فيها المؤتمر. الهيئة العربية لمكافحة المخدرات هي هيئة عربية تضم تقريبا حتى الان 15 دولة عربية. مش ليش هن 22، ليش 15 كأعضاء دائمين لأنهم بيصوتوا، أما الباقيين ما بيصوتوا لأنهم أعضاء دائمين. السودان هي في عضو دائم دكتورة لبنى عبد الرحمن، عضو دائم ويصوت السودان ضمن الهيئة العربية لمكافحة المخدرات. ليش تم تأسيس هذه الهيئة العربية لمكافحة المخدرات؟ سمعت الأستاذ عم يقول أنه نحن بحاجة لهيك ماضي. تم تأسيسها لأن نحن عنا رؤية أنه المخدرات مشكلة كتير كبيرة ولح تتطور إذا الحكومات، مش رح أحكي أنا عن حكومات الدول، منا كتير عم تاخذ بعين الاعتبار الموضوع، لأن في مافيات عالمية عم تشتغل بهذا المجال. المفروض نحن كمؤسسة NGOs نقدر نتحرك، لأن نحن رح نسأل عن أولادنا، عن شعبنا، عن أخواتنا، عن أمنا، عن بينا، عن كل العائلة نحن بنسأل. فحال إذا نحن ما سألنا والدولة ما سألت والحكومة ما سألت، مين بيسأل؟ رح يصير في كارثة بشرية مثل ما قال قبل شوي بمقدمة الحلقة اللي هلا. لهالسبب كانت الفكرة وبلشنا فيها من سنة 2014 بالدراسة والتخطيط، وتم إطلاقها سنة 2018. بقيت معنا دراسة كتير كبيرة في 2018، دراسة الهيئة وضعت الخطة والرؤية والدراسة بلشت 2014، أطلقت بال 2018 بعد مشاورة الدول، معظم الدول وعدة اجتماعات ولقاءات. يمكن بعض الدول ما قدروا حضروا اللقاءات، ولكن كنا عم نتواصل نحن ويهم. هلا سهلونا يا صار في الواتساب نقدر نتواصل نحن ويهم، صرنا نتواصل نحن ويهم وحطينا خطط وأسس لهيدي الهيئة وطلقناها. وبالمؤتمر الإشهار كان في عنا أسسنا خمس لجان هي بتغطي كل لجان، ما كتر لجان لأنه بتعرفوا بموضوع أي شيء بيتأسس ببلش في 10 لجان و15 لجنة بيفرط. لهالسبب ضمينا نحن فقط 5 لجان وعم نشتغل على هذا الأساس. أول شيء اللجنة القانونية، لأن موضوع القانون جدا مهم بموضوع المخدرات، ونحن عم نسعى، وهي أول مرة رح أحكيها، نحن عم نسعى أنه يكون في عنا قانون عربي لمكافحة المخدرات موحد أسوة بالقانون الدولي تبع مكافحة المخدرات. ليش بده يكون في قانون دولي ونحن عرب ما يكون عندنا قانون خاص فينا؟ صحيح، هي دي بدنا نشتغل عليها. اللجنة الثانية اللي هي اللجنة التثقيفية واللي هي بتضم التربية والمحاضرات والتدريب إلى آخره. اللجنة الثالثة اللجنة الصحية للعلاج. اللجنة الرابعة
هي لجنة الارتباط، وهي لجنة جدا مهمة هيدي، مثل يمكن في كثير ناس ما رح يعرف شو هي موضوع الارتباط. الارتباط هو أي صنف، أي صنف ينتشر بهيدي الدولة، بينتشر بهيدي الدولة، النوع بينتشر بهيدي الدولة، ممكن ينتشر بغير دولة باسم غير ولكن نفس التركيبة. يعني هلأ صرت أنا شايف بكذا دولة صنف اسمه مثلا عنا بلبنان سيليفيا، بغير دولة مثلا بالأردن جوكر، هون غير، بفلسطين غير، لكن عم نحل نفس المخدر، نفس التركيبة، نفس التركيبة الهاند كيميكال، نفس التركيبة. كانت عم نحكي مع صديقتي عفاف الربيع من فلسطين، قالت ان احنا عندنا نفس التركيبة ولكن باسم مختلف. سعاد العلوي كانت معنا بالمؤتمر من اليمن كمان، قالت لي في عندنا نفس الشيء ولكن باسم مختلف. هيدي لجنة الارتباط مهمتها انه تقدر تتواصل مع الامن والدول الثانية والضباط بالدول الثانية، يقولون انه في هيدا الصنف عم ينتشر، هي هي التركيبة الكيميائية تبعيته. بعد في عندنا اللجنة تبعيتكم هي لجنة الاعلام، وبتعرفوا انه الاعلام السلطة الرابعة. صحيح. لهالسبب نحن خصصنا لجنة خاصة بالإعلام عم نشتغل على هذا الموضوع. ممتاز. طيب يعني دكتور محمد، لما نتحدث عن المخدرات في ضلعين رئيسيات، المروج والمتعاطي، وديل الاثنين يعني التعامل معهم أيضا مشكلة. يعني كل اللي جال أنت ذكرتها دي مؤكد حتشتغل على اثنين، يعني إما على المروجين أو البائعين أو على من يتعاطى هذه المخدرات. في العالم العربي ثقافة الذهاب للعلاج من الإدمان والاعتراف بالإدمان متأخرة، يعني صحيح. لم نصل بعد هذه المرحلة إنه نعترف، لأنه أيضا جزء كبير من قوانيننا في عدد من الدول العربية بتجرم المدمن، بتعتبره مجرم، يعني أن تعتبره شخص مريض يحتاج إلى تدخل طبيب أو تدخل نفسي سريع. أو تدخل صحيح. نفسي يعني. فأنتوا أيضا كيف ستديرون هذا الأمر فيما يخص القوانين اللي بتخص الدول للتعامل مع المدمنين؟ اسمح لي أنا أضيف هون شيء ثالث، المدمن والمروج حضرتك ذكرت، والمنتج. أنا بدي أضيف الإتجار، لأن الإتجار مثل ما سمعنا بآخر مرة الحاويات الكبيرة. المروج بيبيع شيء بسيط، ولكن اللي عنده الإتجار مش تاجر. التجارة هي مهنة شريفة، وأنا كتير بعقب على هذا الموضوع، لأن بيقولوا تاجر مخدرات. تاجر مهنة شريفة، في كتير ناس تجار وبيربحوا، ولكن المخدرات ليست بشريفة. لهالسبب هي إتجار وليست تجارة. هولي ثلاث نقاط لما بدنا نحكي نحن بموضوع المدمن اللي هو إنسان مريض. ونحن حتى بالتوصيات اللي أنا قريتها من أول يوم بلش في المؤتمر كمقررات، إلغاء كلمة مجرم ومدمن وإنسان مريض، وإن شاء الله سيتم تعميمها على الدول للعمل بها. هي أول نقطة. نقطة تانية بموضوع الترويج، المروج هو أداة بين الإتجار والمدمن، وهي النقطة اللي بتربط بين الاثنين. ولكن منه مجرم؟ مجرم. هلأ نحن إذا بدك نحكي بموضوع القانون، هلأ القانونيين بيعرفوا أكثر منا بهذا المجال، ولكن ببعض الدول الإتجار يوصل للإعدام، العقوبة، عقوبة الإعدام، وهيدا عميق كتير كتير عالم. ويعني هلأ أنا من جهة رأيي إذا بقول أنا بوافق هيدا الرأي أو ما بوافق هيدا الرأي، بيقولوا لي بعدين أنت منحاز لمحل معين. أنا أوافق حكم الإعدام لأنه عم بيقتل كثير من الناس. نقطة أساسية اللي حضرتك قلتها أنه ثقافة علاج المدمن بعدنا متأخرين فيها، ولكن نحن عنا عم نبلش نطلق أنه ثقافة المجتمع العربي بيخجل من العلاج. نحن مجتمع ظالم، نحن مجتمعنا العربي إذا بدنا تيجي، نحن مجتمع ظالم. إذا بيعرفوا إنسان مريض بالمخدرات يعني لولاده هيدا اللي كان يتعاطى، تصبح وصمة يعني للأسرة، تصبح للأسف. هيدا ظلم، هيدا ظلم نحن منعيشه. ولكن ما بدنا نحن ثقافة المريض للعلاج، يجب يتوجهوا على أقرب جمعية أو مؤسسة تعنى بالعلاج، وما يستحوا. أول شيء بيكون شيء سري وما حدا بيعرف فيه. وإذا بدنا نتأخر بهذا المجال، بدل ما يكون إنه مريض يعالج في بداية الطريق، رح تتوصل لمرحلة متقدمة، ولا سمح الله ياخذ أوفر دوز ويوقف قلبه ويموت. ساعتها نحن هون شو بنعمل؟ بنقول يا ريت، ولكن هون حيث لا ينفعون هذا. صحيح. لهالسبب ثقافة العلاج المفروض تكون موجودة بمجتمعاتنا العربية. ليكوا بأمريكا ما بيستحوا، بالدول الأوروبية ما بيستحوا إنه يروحوا على العلاج، إلا نحن ليش؟ أبداً.
مفروض تكون موجودة، ومفروض يكون اللي بده يخون هذا الموضوع ضمن الدولة لازم يتعاقب بهذا المجال. نحن عنا في لبنان بلشنا عم نشد كتير على هذا الموضوع، حتى العلاج ضمن الدولة بيكون سري للغاية، وإذا بده يسجل بغير اسمه ما في مشكلة. دكتور مصطفى، ما بين المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني أكيد هنالك تغيرات في ما بين إذا سمينا عملية الإتجار والمدمن والمروج. نتحدث عن هل هنالك أعداد متزايدة في الاستخدام وفي دخول المخدرات إلى الدول العربية، وكيف وضعت الأجندة والخطة للعلاج، لأنه العلاج معروف أنه هو ممكن يكلف شوية في بعض الدول العربية. بموضوع خلينا نقسم السؤال، بموضوع زيادة الإتجار كأنها إحصائية يعني. كإحصائيات في زيادة، وفي زيادة التعاطي، لأن الفئات العمرية الشبابية المراهقة نحن عم نوصل لمرحلة أنه التكنولوجيا صحيح السوشيال ميديا في إلى سيف ذو حدين، سيف إيجابي وسيف سلبي. سيف الإيجابي أنه أنت شو ما بدك تدرسي، شو ما بدك تعمل، شو ما بدك تعمل، تقدر تطلع عن السوشيال ميديا، عن الإنترنت، على جوجل، بتقدر بيساعدك كتير. وبتعرفي هلأ في كتير مؤسسات تربوية تعتمد على الدراسات اللا صفية، مش اللي بالصف يتعلموها، بيعطوا ريشيرش لازم تشتغل تتعب تكتب كذا الى اخره. اما بهذا بالمجال الثاني السلبي اللي هو بيقدر يتواصل مع مين ما بده من دون ما حدا يعرف، هي شغله. شغله ثانيه، نحن بموضوع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عندنا مشكله كثير كبيره بموضوع بعض الامور اللي نحن بنفكرها كثير كثير سهله، ولكن هي سيئه جدا جدا جدا. مثل نكته، بيقولوا انه المحشث بيحكوا نكتة الأم والأب أو الأخوات بالبيت وبيضحكوا الكل، عادي، مزبوط، الموضوع عادي، هذا عادي. هيدي نقطة جدا خطيرة بترويج سلبية. نعم، بترويج مش بس سلبية. لأقول لك ليش، نحن عنا بالبيت مثلا ولد، بتعرفي أنه مثلا الأم والأب أو الأخوة بيعلقوا بعضهم الأخوة، بيصيروا الكبير بده يسيطر، لما بيسمع وبيسيطر وبينكسر مين الصغير، لما بيسمع هذا الشاب الكبير أنه هو عم يحكي عن نكتة مخدرات وبيضحك، بيقول هذا الولد الصغير بيحط براسه انه هذا المحشش مهضوم بيضحك ما بيضربوه مدري شو، بيصير يعمل شو يعمل، بيحط براسه فكره انه انا بكره بحشش عشان ابقى ظريف، يعني اللي كان ترويج وما يضربوني. صحيح. ترويج هيدي نقطه كثير اساسيه. بالزمان كانوا يعطوا الصفه لاحد الدول او احد مثلا نفترض يا اخي اي ناس، عرفتي كيف، انه يعطوا انه صفه شخص مهضوم. صحيح. ليش تم تحويله من صفه لمحشش؟ ما في المافيات العالمية اللي عم تشتغل على من التسويق الذكي يعني. 100%. من فترة سمعنا بموضوع المخدرات الرقمية، واللي هو لا شيء اسمه مخدرات رقمية، ولكن تم ترويجه بشكل جدا كبير جدا جدا جدا، وهو ما في شيء اسمه المخدرات الرقمية، لأن المخدرات تؤثر بيولوجيا ونفسيا بموضوع الإنسان. هلا بتقلي إنه الصوت العالي إذا بقعد تحت أنا سبيكر أو هبارير كبير بأول صوت ما بيصير معي حالة نفسية وبعصب وبقوم بروح، كلياتنا بتصير معنا طبعا. صح ولا لا؟ ولكن التأثير البيولوجي هو اللي بيأثر المخدرات، وهي المخدرات اللي بتأثر بتعمل إدمان، تسمم الجهاز العصبي. هذاك شو بيسمم الجهاز العصبي؟ ما بيسمم الجهاز العصبي، هو اسمه النقر في الأذنان، عبارة عن ذبذبات ألفا بيتا، واحدة عالية واحدة واطية، بتنحط بالدينان وداء وعلاج لداء الصرع، ولكن تسويقه عمل مشكلة كتير كبيرة. وصاروا بيقولوا انه بالبيت فيك تجيب انترنت، صاروا المراهقين مشان وصلت صارت المراهقين تزداد السيرش عن المخدرات الرقمية لربح المال السريع للعصابات المافية تبعون المخدرات. طيب نتحدث برضو عن موضوع مهم، التوعية والتثقيف فيما يخص مكافحة المخدرات، وده موضوع إلى حد كبير شائك يعني. صحيح. كثير من الاجتهادات يعني قامت بها وسائل الإعلام التقليدية غير التقليدية وراء الشبكة العنكبوتية، لكن برضو تأثيرها نحس إنه ما بشكل كبير يعني. دور الهيئة في مسألة التوعية والتثقيف في إنتاج برامج أو أفكار خارج الصندوق فعلا تحذر من المخدرات وتكون مواكبة للصيحات الجديدة. هو المخدرات زي ما أنت ذكرت الآن أصبح سوق كبير يعني، وفيه التسويق وفيه كثيرين بيجتهدوا يعني. أيضا كيف نوعي ونثقف المجتمعات ونواكب التطور في هذا السوق الأسود يعني. نحن كنا سباقين بهذا المجال، في دول أكيد عندها الفكرة، ولكن نحن شوي طورنا كتواصل
مع بعض الدول والافكار وحكينا، قدرنا توصلنا لتقريبا 5 برامج توعية عن المخدرات. البرنامج الاول هو من تحت 12 سنة، نعتبره للاولاد، برنامج خاص مختلف عن غيره. البرنامج الثاني من 13 سنة ل 18 سنة، فترة المراهقة، واللي بتعرف انه ما بعرف اذا عندك اخ او مزوج عندك ولد بهيدا العمر. فترة صعبة طبعا. فترة صعبة، فترة صعبة. نعم. كيف بدك تقنع وبتعرف انه هو بيعرف كل شيء؟ انت ما بتقدر تيجي تقول له انه انت لا ما بتعرف، لا هو بيعرف كل شيء، انت اللي ما بتعرف. وبده يثبت شخصيته. اثبات الشخصية والذات بهيدي المرحلة اذا ما توجه والاهل لإله بشكل صحيح كارثي. وهون هيدا تخصص نحن اعتبرناه فترة المراهقة. فترة الشباب من 19 ل 30 إذا بدك، اللي هن فترة الجامعة، فترة السفر، فترة كمان برنامج خاص، وبرنامج كمان خاص رابع هو فقط للأم والأب، للأهل. لأن الأهل لما بينتبهوا على أولادهم وبيعرفوا ابنهم كيف بيتأذى، لا سمح الله بيتعاطى مخدرات من دون ما هو يعرف، ويبلشوا يتابعوا الموضوع، تمام. ولكن يا هل ترى برنامج الأهل بالتحديد عم يلقى صدى عند الاهل؟ تعمل تدعي لمحاضره للاهل ما بيجوا الاهل، صحيح. بس لو في صبحيه وارجيله ومدري شو ترويقه تلاقيهم ركضوا كثير. او لقربه، بس في الخامس. شو هو الخامس؟ الخامس برنامج خاص فقط للنساء. بتعرفوا نحن مجتمعنا العربي بعض الدول في خصوصيه معينه للنساء، ما بيقدروا. مثلا انا كشاب، وصارت معي يعني بصراحه باحدى الدول، انا كشاب ما بقدر حاضر بالنسوان. لهالسبب خصصنا فريق متخصص بالنساء عم يشتغل. وقسمنا نحن هون، عملنا فريق اقران، فريق هيئه طلابيه خاص فقط بالطلاب، هيئه شبابيه، ومتخصصين للبرنامجين الاخرين. طيب كيف بيتم تدريب يعني المتخصصين ديل؟ لانه طبعا كادر بشري مهم، ونحن اولادنا واطفالنا في سن مراهقه في بعض الدول العربيه، ومحتاجين فعلا يعني توعيه كبيره جدا. تخصيص مساعد للتدريب البشري اللي هو حيقوم على انه يوعي كل الاسر وكل الامهات وكل الاباء. في عندنا نحن مشكله بموضوع التدريب. تقلك ليش؟ لان اي شخص بيجي بيقول لك انا مدرب وبدي ادرب، انه لا، ما انت مدرب، فيك تدرب عن كل المواد. موضوع المخدرات، تدريب المخدرات المتخصص شائك جدا، وما حدا بيقدر يشتغله الا المتخصص. بيجي واحد مثلا بيدربك بيقول لك المخدرات بتعمل هيك، ما في شيء اسمه مخدرات، نحن ما برنامج مخدرات، نحن برنامجنا المخدرات بالكسره، مش المخدرات. فرق كثير كبير من السماء للارض. طب كيف انا بدي احضر محاضره او بدي احضر ويجي شخص متخصص ويقول لي مخدرات؟ ما بتزبط معي. هاي شغله. شغله ثانيه، البرامج المتخصصه في عندهم، في الى الناس في برنامج، في حدا. طيب مين بيراقب هذا الشيء؟ نحن ان شاء الله رح نتواصل، نحن بتواصلنا مع اللجان التثقيفيه هي اللي بدها تشتغل هذا الموضوع. نعم. ما بنقدر نحن بقى نترك الموضوع انه اي شخص، انتم اعلاميين، بيجي واحد عنده جروب على الواتساب بيقول لك انا اعلامي. اهل التخصص هم الأدرى طبعا، صحيح. زي ما ذكرت التخصصيه مهمه في الموضوع 100%. طيب نتحدث اخيرا عن المؤتمر الدولي الثاني لتحديات علاج الادمان. نعم. اللي كان بالخرطوم. المؤتمر يقام سنويا في الخرطوم، يمكن اليوم الختامي، يوم الختام صح الليله ان شاء الله. اهم ما نوقش في هذا المؤتمر، يعني قدم لنا ملخص كده، اهم ما نوقش والتوصيات المتوقعه. اول شيء انا بدي اشكر استاذه لبنى عبد الرحمن رئيسة بيت مكلي اللي هي منظمة المؤتمر للعام الثاني. نعم. هذيك العام كان لي الشرف أن أكون أنا ضيف كمان السودان وهالسنة. المؤتمر بلش مثل ما حكيت حضرتك من 3 أيام، واليوم اليوم الختامي. كان في أوراق عمل، منهم متخصصين، منهم علميين، منهم تجربات، وكان في دول كتير مشاركة. وكانت الافتتاحيه ما بعرف برعايه دعم السريع يمكن او شيء هيك. نعم. وفي برعايه بعض الدول، ونحن كنا شركاء بالنجاح كهيئه عربيه لمكافحه المخدرات. واليوم رح يتم اعلان التوصيات من خلال ختام المؤتمر، وتقليد او اذا بدك تكريم بعض المشاركين، ورح يكون لنا نحن كمان تكريم لبعض المشاركين كهيئه عربيه لمكافحه المخدرات. نعم. ورح يتم كمان إعادة تكليف الدكتورة لبنى كعضو دائم للهيئة العربية لمكافحة المخدرات، مشان يكون عضو. والسودان هي عضو أساسي بهذا، والتأسيسي على فكرة، بس مش بس أساسي، السودان عضو بالهيئة التأسيسية للهيئة العربية لمكافحة المخدرات. رح نطلع إن شاء الله بتوصيات، ورح تتم هيدي التوصيات مش فقط بس على صعيد المؤتمر، رح ناخذ نحن بعين الاعتبار كهيئة عربية لمكافحة المخدرات،
ورح يصير إن شاء الله السنة القادمة المؤتمر التأسيسي، ورح يتم مناقشة هذه التوصيات والتوصيات السنة الماضية والمقررات اللي نحن عملناها، رح تكون على الطاولة كلها ونناقشها. وأنا بتمنى أنه هاي المؤتمرات مش بس تكون حبر على ورق، يساعدوا منظمين هاي المؤتمرات، لأن تعبوا بيت مكلي تعبت. يعني أنا اللي شفته المبارح والقبل في جهد جدا كبير لهي المؤسسة، مجهود جدا كبير، وفي تكلفة مادية كمان كتير عالية. أنه هيدا الموضوع بس يكون حبر على ورق، لا حرام، يجب أن يستفاد منه، لازم أن يستفاد. وأنا ما بعرف إذا بالسودان رح يكون في منظمات هيك أو شيء بتعنى بهذا الموضوع، حرام حرام يروح هذا الجهد فقط حبر على ورق. لازم المؤسسات والإدارات الرسمية كدولة كالسودان لازم يكون ينفذوا، مش يكون حبر على ورق. لازم يعني وزارة الصحة تاخذ بعين الاعتبار الأمور الصحية، وزارة الداخلية، قوى الأمن، الجيش، العائلة الاجتماعية 100%، وزارة التربية. نحن إذا بنعمل توصيات لوزارة التربية، وزارة التربية بتحطها بالجواري لشو؟ لكن ليش عم يقوموا هالمؤتمرات؟ ليش بيت مكلي عملت هيدا المؤتمر حتى تعمل توصيات؟ كانت بتجي بيقعدوا 4-5 بيقعدوا بيحكوا وانتهت القصة، بس في توصيات، التنفيذ، في جهد العملي. نعم، جهد تعب. يعني أنا عم اطلع هيك إنه أنا إذا بدي أعمل هيدا المؤتمر، نحن عملنا مؤتمر الهيئة شهر الهيئة العربية لمكافحة المخدرات، بثلاث أيام نزلت 10 كيلو. بقى كيف إنه مجهود يعني عليك. بقى أنا أتمنى عبر إذاعتكم وخاصة هون السودان على المجهود اللي عملته مؤسسة بيت مكلي، وانتم الإعلاميين كمان تكونوا داعمين لإلهم. بالتأكيد. والمؤسسات الرسمية، الإدارات الرسمية كوزارات يكون داعمهم، مش يكون حبر على ورق. تقوم بدورها كامل. هي شراكات إذن ذكية مهمة للدول العربية لمكافحة الإدمان في كل الدول العربية. بقول يعني من خلال هذه الهيئة بصورة يمكن نقول على ذكية جدا وإيجابية جدا. أخيرا نحن بنختم وبنشكرك، يعني بنقول من وين الدعم لهذه الهيئة؟ أول شيء نحن بعدنا بطور الإشهار، الدعم يأتي بعد التأسيس إن شاء الله. ليش بعد التأسيس؟ لأنه بتعرفي أنت لما بدك تيجي تاخدي دعم أو تتواصلي مع مؤسسات دولية يجب أن تنفذ بدك يكون أنت في عندك هيئة تأسيسية. مش الهيئة التأسيسية، المؤتمر التأسيسي بكل دولة، لأن هي اسمها عربي. كيف تم هون تكليف لبنان؟ رح يتم في تكليف ببعض الدول، ولكن نحن حريصين جدا على الشخص المناسب في المكان المناسب. مش يعني اذا هيدا معه مصاري بيكون هيدا هون، لا نحن ما بنشتغل هيك، نحن بنشتغل تخصص. نعم، حتما لكم التوفيق في كل برامجكم. اخيرا طمنا على لبنان والاشقاء في لبنان. اخي سريعا يعني. والله لبنان اول شيء وصوني من يومين انه وجه تحيه للسودان والثوره السودانيه اللي صارت. يا سلام. ونرفع العلم اللبناني ضمن السودان، وتم رفعه ضمن السودان. وجهوا تحيه من الثوره السودانيه للثوره اللبنانيه، والعكس بالعكس، من الثوره اللبنانيه تحيه للثوره السودانيه. وبالتوفيق. بدي اضيف بس شغله صغيره ما قلناها، نحن في لبنان عم نأسس لمركز علاج متخصص، لان حضرتك حكيتي عنه. نعم. مركز علاج متخصص عن الادمان، ورح يكون فيه لمؤسسة بيت مكلي والسودان بالتحديد جناح خاص للعلاج. نعم، شكرا جميلا لك للهيئة العربية لمكافحة المخدرات بيت مكلي برئاسة الدكتور محمد مصطفى على هذا الحديث اللي هو مهم جدا وشأن شؤون كل الدول العربية، لأنه في النهاية الشباب الواعد والجيل الواعد يعني مكانته في بناء الأوطان. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات، وحديثك عن المؤتمر الدولي الثاني لتحديات علاج الإدمان اللي نظمته منظمة بن مكلي.